مساء الفل. اظن عرفتوا احنا فين. احنا في مركز او ضريح السيد البدوي. يا ريت الكاميرا تخش جوه تشوف الناس في الضريح. تعرفين ان احنا من عشاق السيد البدوي زي ما ناس ملايين كتير في الوطن العربي من عشاق السيد البدوي اللي اتولد في مدينه فاس سنه 596 هجريا وجه سنه 37 يبقى 637 مع والده لمصر. ومعرفين طبعا يا بدوي جاب اليسرى لان دي حاجه شهيره للسيد البدوي ان هو طلع الاسرى من ايدي الغزاة، خرجهم يعني من ايدي الغزاة. ريح السيد البدوي احنا جيناه قبل كده اظن من سنتين جينا وصورنا جوه وصورنا تاني النهارده اللي ما شافش قبل كده يشوف تاني. السيد البدوي احنا كنا بنقول مدد يا بدوي. السيد البدوي لاهل الصوفيه ولينا كلنا، احنا من عشاق اهل البيت لان السيد البدوي ينتسب الى سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فاحنا من عشاقه وحبينا نيجي نعيش ليله المولد النهارده هنا. ليله المولد السيد البدوي زي ما انتم شايفين الناس كتير جدا زحمه بيجتمع في مولد السيد البدوي حوالي. السلام عليكم. يا صح كله تمام؟ لا كرمك صور يا عم زي ما انت عايز صور. انتوا بتبطوا هنا ولا ايه؟ ايوه جاي اسبوع. ها؟ الكليه هنا. ايه؟ في الكليه في جامعه الازهر. اه وبتبطوا هنا في الضريح؟ بنبطوا هنا ما بين. اه عاملين خيمه في الساحه. عاملين خيمه في الساحه. خدمه في الساحه كل سنه. تبع الاوباء. ضريح السيد البدوي. جوه في حاجته كمان حاجات اثريه حلوه قوي. سيبونا نكلم الناس. هنكلم الناس. السيد البدوي زي ما قلت لحضراتكم من نسل سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. واحنا من عشاق اهل البيت. والنهارده سهره خاصه جدا هيفتحها معانا. هنبتدي الاول بتقرير عن احوال المولد والحاجات دي كلها. وبعدين هيكون معانا الشيخ حسن مرعب. صوت جميل جدا جدا بنقدمه لكم لاول مره يطلع في التلفزيون المصري. وهو من لبنان بس صوته جميل جدا جدا وبيعلم القران بطريقه حديثه وجميله جدا. كمان هو منشئ. يعني هيقول لنا انشاد جميل جدا. وبعدين هيكون معانا سياده المحافظ عبد الحميد الشناوي الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفيه هيكونوا معانا. وبعدين نلتقي بالفنان الجميل احمد الكحلاوي في انشاداته الجميله جدا. هتشوفوا حاجه حلوه جدا. يعني السهره النهارده سهره حافله ثم بنختم مع احمد الكحلاوي ومع الشيخ حسن مرعب. يبقى زي ما بدانا بالقران الكريم ننتهي بالقران الكريم ان شاء الله. ليله اتمنى انها تكون مختلفه، اتمنى انها تكون جميله. بنحاول نغير لكم جو. يعني بنحاول نتحرك كده زي ما رحنا الاسبوع اللي فات قعدنا في وسط الطماطم وعملنا وسوينا. على فكره يوم السبت منى هتخزن الخضار. هتعلمكم ازاي تخزنوا الخضار القوطه والفاصوليا وبتاع حاجات زي كده يوم السبت ان شاء الله. ايوه ايوه عايزني في ايه؟ طيب بعد الحلقه ماشي؟ نخلص شغلنا طيب ونقعد مع بعض. ها؟ اكتبها لي الجواب. حاضر حاضر. فيها مشكله عند حضرتك. الله يكرمك. ها؟ شوف تقرير ونعمل لكم زي ما بنقول ليله مختلفه، ليله جميله. نحاول نغير لكم زي ما بقول لكم. بنحاول نعمل لكم صوره مختلفه، شاشه مختلفه، نحاول نقرب من قلوبكم. اكيد كلكم من عشاق السيد البدوي هتحبوا جدا ان احنا نقضي ليله المولد، ليله كبيره مع او موجودين في ضريح او مرقد السيد البدوي. يلا نطلع على التقرير.